تماشيا مع سباق خاصية البث المباشر الذي تتنافس به كافة تطبيقات التواصل الاجتماعي ليبقى مستخدموها على تواصل دائم مع متابعيهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تطبيق يوتيوب أتاح خدمة البث المباشر لمشتركيه بعد أن كانت متاحة فقط لأصحاب القنوات الشهيرة على اليوتيوب، وتشمل الخدمة أصحاب القنوات التي تمتلك 10,000 مشترك، حيث ستحصل على ميزة البث المباشر بشكل تلقائي، في حين سيتمكن بقية المستخدمين من التمتع بالبث الحي عبر اليوتيوب من خلال أجهزة الكمبيوتر فقط. كما ستظهر أيقونة البث المباشر للمشتركين الذين تنطبق عليهم الشروط في تطبيقات يوتيوب على أندرويد وآي أو إس. أما ميزة السوبر شات المستحدثة ستساعد مبدعي المحتوى في كسب المال من المشتركين مقابل تمييز ردودهم بألوان مختلفة وتثبيت الردود في الأعلى لفترة تصل إلى 5 ساعات أثناء البث المباشر.